السلام عليكم، صباح الخير. اسمحوا لي بس اني اكتب لكم تكون دوزو واحد الفلوق ديالي مزيان وكلشي، وهذا كنت نتمنى يعجبكم على ام سوان وعلى صويره. المهم دابا هذا الفلوق هذا بنا نديروه على صويره، بنا نكتشفوا صويره وبنوري الناس صحابي والاصدقاء ديالي صويره والستريت القدام الشوارع القدام ديال صويره. وكنت تشوفوا دابا راه شهر واحد وغادي شهر جوج شو الناس يعوموا السيرف ولا شي. المهم كنتمنى هي تكون تابعة اليوم. هادي يا حمد ديال الرافق الخراز، اجي تخرز المهم دابا كاينين في ولاية الحسن الساحة الكبيرة ديال صويرة تيديرو فيها الفيستيفال ديال القناوة ديال شهر 6. هادو لي في ديال السخ كي جاتكم صويره بيان بور كاي سخ فوالا يا دي سولي وي وادو ما دو ما كتير ربعه وما مش خايف انا طالع سخ قديم لي توريست يدخلوا ب 70 درهم غالية. نهار الجمعة تكون مقاطعة فابور، ولكن نهار الجمعة تخلصوا عندكم أربعة يقيموا. المهم اللي كنا تنصوتوا كنا عود تنصوتوا نضربوا في لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله
Şekerim, patlayalım şekerim. هذا هو الاخر ديال الفلوق ديال الصويره، نتمنى دوزو
ناخذوا معنا لحد الزويونين فيهم وتحفظوا على صوره شويه. وهذا فين جالس هنا راه وصل، راه زيد منه شي لقطات باش نوريكم كي داير. وزويون هو ورخيص وتيجيو لي قايا عائلات والقوار والسياح. المهم غادي نكتب لكم السميه ديالو تما الى بيجي شي واحد ريزيرفي فيها ولا شي حاجه. المهم مرحبا بكم في صويره، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وان شاء الله نتلاقاو شي فلوق اخر. بيس اند لوف جايز، وما تنساوش جيمو بارطاجيو، راكم عزاز عليا. بيس.